أيوة. عارفة دايما شطورة، لو تتحداني ما تقدر. منه الأذكى من الأشطر، وروني الصورة والمظهر. إذا تحلم فتحي يا وردة، غمضي يا وردة، فتحي يا وردة، غمضي يا وردة. هنا وردة، هنا وردة، هنا كيس مليان دبابيس، هنا شراب مليان تراب، القصة من قدام والكعكة من ورا، يا حلاوة خلف الفستان والحلو من ورا. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. أوف ملل. يا ليت لو أخوي الحبيب عبد الرحمن كان معايا نلعب أنا وياه ونستانس، كان حماس. يا رب يجيبها. 1 2 3 4 يوه لازم أجيبها الحين. 1 2 3 4 لحظة. إيش قلت قبل شوي؟ ملانا يا ليت لو أخوي الحبيب عبد الرحمن كان معايا أنا وياه نلعب، كان حماس. 1 2 3 يعني هو قاعد يلعب لحاله ما يلعب معك؟ إيه كل ألعابنا واحدة. أنا أعرف كل ألعاب البنات وهو يعرف كل ألعاب الأولاد. كيف يعرف لعبتي؟ 1 2 3 4 5 يوه اهدى شوي اهدى. سمعت كلام اختك ايش تقول؟ اي حتى انا طفشان من بحطم الحين. هدفي اللي هو ان اطلع 10 مرات، واذا حطمته الحين وش اللعبه اللي بلعبها انا وديالي؟ ما نعرف اللعبه، نلعبها جماعيه. بتحطم هدفك اللي تنط 10 مرات؟ إيه؟ وبعد كذا ما في اي لعبه؟ اي طفش خلاص. ايش الجو الغريب ذا يا اخي؟ ايش؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب انا عندي لكم راي. ركز معي انا عندي لكم لعبه. صحيح ان اللعبه قديمه ولعبه شعبيه لكنها حلوه، كنا نلعبها اول، يلعبوها الاولاد والبنات. ايش رايكم لو اتفقنا نلعبها مع بعض؟ يلا متحمس انا. موافقين؟ طب حلو. انا الان بعلمكم ايش اللعبه وطريقه الرد معي عشان نرد مع بعض. اتفقنا؟ اذا قلت طاق انت تقولوا طاقيه. تمام الولد غالب ايش تقولوا؟ البنيه. غالبها غلبه قويه قويه. قاعده تبكي قاعده هنيه. حلو. ايش رايكم بروفة أول هنا عند عبد الرحمن بعدين عند ديالة؟ تمام؟ عبد الرحمن يلا تجهز بالله. جاهز. عرفت الكلمات ولا نعيدها؟ إيه عرفت. أعيدها ولا؟ إيه يلا أعيد. طاق طاقية. طيب. الولد غلب لبنية. غلبها غلبة قوية. قاعدة تبكي هنية. يلا. طاق طاقية. الولد غالب لبنية. طاق طاقية. الولد غالب لبنية. غالبها غلبة قوية قاعدة تبكي هنية. قاعدة تبكي. لحظة لكل كلام عليا، يعني انتوا تتكلمون عليا كل اللعبة عليا خير؟ هي لعبة يعني؟ انت لا تدققين في الكلام كذا. لعبة يعني مجرد كلام وترفيه وتغيير جو يعني. ترى مو بس انت عندكم رد، حتى انا عندي رد لطيف ولاسع. عندك رد لطيف وايش؟ لاسع. كيف عملت الكوكتيل هذا؟ لا اله الا الله. خفيف ومدري ايش ولاسع. ايش بتقول هذه بعدين؟ خلنا نشوف. قولي. الله. وطاق يا انا صنده وقوية من حاكيكم ما عليا، حان وقت التحدي وعزومي والله قوية. طاقية. طب حتى انا عندي رد. ها؟ دقيقة ولعت. انا بروح اتابع من هنا واخليهم على راحتهم. ها يلا. طيب. رد بالرد خلينا نشوف. يلا. ادي لا تبكي هنيا، من يوم تتوعد فيا وانا ادري ما هي بقدي جمهوري اهل الحامية. وطاق طاقية يعني مو بس انت عندك
عندك جمهور، حتى انا عندي جمهور. الله 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 يا جماعه، يا جماعه ولعت 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 ولعت، مره رد من هنا ومره رد من هنا، نحن داخلين في قول اللي عندك. وطاق طاق طاق يا دحوم الهمه قدامي، راح اوقف على قدامي الجمهور لا ما يتركني، وانادي يا للابيه وانادي يا للابيه. طاق 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 يا حتى انا عندي رد. ايش البداية الحراقة ذي؟ لا اله الا الله، زيادة شطة، بداية زيادة شطة يا جماعة. ديالة تكلمت، رد عبد الرحمن، عبد الرحمن رد، ديالة على طول. الان نروح لعبد عبد الرحمن. عندك رد بعد على الكلام؟ ايه. لا اله الا قول يا عبد الرحمن. مسكينة تعيش في احلامي، انا تشهد لي ارقامي، واسبوعيا انا الفايز وفريقي قوة سحرية وطاق طاق طاقية. لا 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 لا، الكلمة الأخيرة مو من هنا، الكلمة الأخيرة دائما تجي من وين؟ تجي من الجمهور، تجي من الدعم، تجي من إيه؟ من الحماس. أنا بعد عندي رد. بعد؟ أنا قلت لا لا لا، أنا قلت آخر شيء، لا ديالا عندها رد بعد، خلونا نشوف نهايتها كيف. تشوف ردي يا دحوم، تشوف ردي يا دحوم، أنا بفوز هذا اليوم، جمهوري وراي يسندني والفوز يا دحوم ليا. طاق طاق طاقية حتى عندي رد. الله الله الله، أنا فرحان جدا بهذه الطنة البهية. أنا عندي رد كمان. دقيقة دقيقة دقيقة، أهدى أهدى، الكلمات هنا حريقة نار شرار، بنقولها مرة ثانية مع بعض يلا. أنويني. وطاق طاق طاقية تشوف ردي هنا يا دحوم، ولا وش ده دقيقة. طاق طاق طاقية تشوف ردي يا دحوم، أنا بفوز هذا اليوم، جمهوري وراي يسندني والفوز يا دحوم لي. وطاق طاق طاقية. الحلقة القادمة أوعدك إن شاء الله إني أحفظها بإذن الله تعالى، لكن أهم شيء طاق طاق طاقية. يلا واحد فأنا طاق طاق طاقية، طاق طاق طاقية دحوم حافظها. انا قولي كملي. دحوم الهمه قد راح عيدها الثانيه. دقيقه تشوف ردي يا ايه يا دحوم، وتشوف ردي تشوف يعني. حفظتها؟ ايوه يلا قولي. تشوف ردي يا دحوم، انا بفوز هذا اليوم، جمهوري وراه يسندني والفوز يا دحوم ليا. طاق طاق طاقيه. والله حتى القفلة قوية. الله عليك يا ديالة، الله عليك، الله عليك. حتى العذرات. أنا قلت هذا آخر شيء. عبد الرحمن عنده رد الحين. عبد الرحمن إذا الرد عجبني بجي أردد معك. يلا قول. يا ديالة أصحي من النوم، الفوز لي محتوم، وأنا جمهوري يدعمني وأحلامك والله وردية. وطاق طاق طاقية. لا 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 لا، قول 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 مرة ثانية قول إيش؟ يا ديالة أصحي من النوم، الفوز لي محتوم، وأنا جمهوري يسندني وأحلامك والله وردية. وطاق طاق طاقية. حلوة حلوة. أو طاق طاق طاقية، طاق 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 طاقية، أحلامك والله وردية، والولد غلب لبنية، غلبها غلبة قوية، قاعدة تبكي هنية، قاعدة تبكي هنية، شوفوا دموعها هنية، قاعدة تبكي هنية. والله أقول أنا عندي لك، عندي لكم رأي يعني. والله احنا كيف نفصل من افضل في الكلمات وفي الاداء وفي ما ادري. تعال تعال عبد الرحمن، تعال تعال ديالة. تمام، نحن صراحه كانت الفكره بالبدايه انه يكون في لعبه وديه حبيه تجمعنا، تمام، لكن الظاهر قلبت هواش، وهذا الهواش محمود او مذموم؟ ها محمود مذموم يعني، تلعبون مع بعض يعني كذا، تمام تمام. نحن نبغى الان نصفي الاجواء بينكما، تمام، وتذهب الغيوم بعيدا وياتي المحبه والمصالحه بينكم، تمام. طيب. مدي يدك، مدي يدك، تقولوا يعني ان شاء الله طاق طاق طاقية، الله يديم المحبه القويه، تمام. يلا واحد اثنين، قولوا اي حاجه عندكم حافظينها. طاق طاق طاقية والفوز لك أولية، طاق طاق طاقية يلا نلعب شوية في برنامج هو
وطاق طاق طاقية والفوز والله النية وطاق طاق طاقية والفرحة لك أولية. الله 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 مبروك تستاهل يا سكر. الله على الروح على الروح الرياضية الرياضية الفوز لك أو ليا. الله 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 هذا اللي حنا نبغاه هذا اللي ندور عليه دائما الفوز لك أو ليا. الروح دائما رياضية وحلوة والطلة كمان بهية لديالة وعبد الرحمن وحلقة مجنونة بعد الترحيب بأحلى جمهور يتابعنا دائما في برنامج هي وهو. اليوم نقدر نعمل حاجة لكن أنا ما أقدر أعمل يمكن ديالة تعرف تعملها تمام ما أدري تعرف تغطرفي لا ما تعرف اكتبوا اكتبوا بالله اكتبوا زغاريط كده في الهاشتاج اكتبوا زغاريط يعني احنا قاعدين بنحتفل في مقدم البرنامج العظيم عبد القاسم الذي ان شاء الله بعد يومين باذن الله تعالى كلنا حنحتفل كلنا فرحانين بزواجه عشان كده هو مش موجود تمام انا اجي بعدين اجي انا اقعد شهرين بعدين اتزوج بعدين واحد يجي لا ايه في ايه في ايه مبروك 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 يا عبد الرحمن مبروك الله يبارك له ويتمم له دائما على خير حياكم الله منورين دائما انت مع هي ولا مع هو الكل منهم ينتظر الدعم الكبير منكم والكل منهم يبغى يكتب على أرضية هذا الميدان اقوى اقوى الانتصارات وخلونا نشوف صيحاتهم لكن من أماكنهم تفضل عبد الرحمن تفضل يا ديالة حنبدأ من عند مين يا ترى هنا ولا هنية هنا هنية يلا يلا عبد الرحمن جال لهب للميدان يا ورد انت الخسران جال لهب للميدان يا ورد انت الخسران حنا جينا نبي الفوز يا شباصة ملك صوت حنا جينا نبي الفوز يا شباصة ملك صوت الله الله الله